مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة بإذن الله سوف نناقش أو سوف نتحدث عن موضوع فوائد الألبان أو فوائد الحليب. دكتور، ما هي فوائد الألبان؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ملاحظة في المقدمة، ملاحظة كبيرة جدا، هو أن ليس هناك كتب في علم التغذية الحديث تتكلم عن لبن الأنعام إلا القرآن. نعم، الكتاب الوحيد الذي يتكلم عن لبن الأنواع الأربعة من الأنعام. لما يعني نتصفح أي كتاب في علم التغذية نجد جل الكتب تتكلم عن حليب البقر وحليب الماعز، بعد منها عن حليب الماعز، ولكن لا نجد قليل منها يتكلم عن حليب الغنم، نعم، الضأن أو حليب الإبل كذلك، رغم أن بعض الدول تستهلك حليب الجياد كذلك، حليب الخيل مثل الاتحاد السوفيتي. فالبلقان معروف استهلاك حليب الفرس، حتى ان هناك بعض المنتوجات مثل الكوميس، هو يعني لبن مخمر يهيئ من حليب الخيل. الحليب هو الماده الغذائيه المتكامله، ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: فاني لا اعلم، يعني طبعا ليس هناك من يجزئ مثل الحليب، لان فيه بروتين، فيه دهون، فيه فيتامينات، املاح معدنيه، كل ما يحتاجه الجسم. ليس هناك الياف خشبيه، ولكن تقريبا ما يتبقى من هضم الحليب هو صفر، لا يتبقى اي شيء. ولذلك نلاحظ ان الرضيع قد يتغدى، انا اقول قد يتغدى مع فعل مضارع، يعني قد يتغدى على، لان الاطفال لا يتغدون عن حليب الام، قد يتغدى عن حليب الام لمده 20 و24 شهر، ليس هناك اي مشكل. في هذا دليل على ان الحليب يعني هو ماده غذائيه متكامله. ولكن الحليب الذي يتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الحليب الذي نستهلكه الان لكي لا نضلل الناس. ولذلك انا دائما أقول أن علم التغذية هو علم معقد وعلم شاسع، ويجب على الناس أن يتحفظوا من النصائح التي تأتي خصوصا من الأطباء، لأن كليات الطب فيها هذه المادة شوية ناقصة. يعني العلم التغذية ليس لا يدرس كعلم، يعني هكذا لا يدرس، لأن علم التغذية ويجمع علوم شتى، فيها الكيمياء، فيها علم الأحياء، يعني فيها البيئة، فيها أساليب الإنتاج، فيها أساليب الصناعة، فيها تكنولوجيا غذائية، فيها بايوتكنولوجيا، فيها أشياء كثيرة. لا يمكن للشخص أن يتخصص بالسهولة في علم التغذية. وحتى أنا لما أسمع أن أخصائي في علم التغذية فلا أقدر على تصور هذا الشخص ما هي الدراسة التي درس. الحليب، سنعود إلى تعريف القرآن، لأنه هو التعريف الحقيقي. أما تعريف الكتب فهي تعرف بأن الحليب، يعني نحن في المغرب نقول حليب، يعني في الدول الشرقية يقولون لبن، نحن نتكلم عن هذا المنتوج هو اللبن أو الحليب. هو كما تعرفه هذه منظمة الألبان الدولية، أنه ذاك السائل الذي نحلبه من البقر الغير مستخدم لأعمال والمستريح والذي يأكل أعلاف جيدة، هذه ليس تعريف، هذا ليس تعريف الحليب. تعريف الحليب الحقيقي هو التعريف الذي جاء في القرآن، لأنه يأخذ بعين الاعتبار عاملان أساسيان، عاملان أساسيان. العامل الأول هو الدم، هناك عناصر تأتي من الدم إلى الحليب، والفرت الذي يعني التغذية، ما يأكله الحيوان هناك منه من يمر إلى الحليب مباشرة، مثل الأملاح المعدنية ومثل بعض الفيتامينات وبعض المكونات الدائبة. هناك أشياء تمثل في الثدي، منها الدسم مثلا، وهناك أشياء تأتي من الدم مثل الجلوبولينات، يعني هذه بعض البروتينات هي الجلوبولينات، من أشياء أخرى تأتي من الاستقلاب الداخلي للبقر أو الغنم أو الضأن أو الإبل، من السايترايت، ومنها بعض المكونات الأخرى التي سنتكلم عنها يعني في الحليب. فالحليب وهذا السائل الأبيض ليس له لون الدم وليس لديه رائحة الفرد، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى آية، معنى آية، آية هي التي يعني نتدبر ونتفكر فيها، وأنها شيء كبير جدا وضخم. وهذا وإن لكم في الأنعام لعبرة، وهذه العبرة يجب أن نعتبر، لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، أن الحليب يستخرج من الاثنين، من الدم ومن الفرث. الفرث رائحته لا يمكن أن أشمها،
والدم كذلك لونه بشيع جدا، يمكن أن نشرب دم ويمكن أن نأكل دم، ومع ذلك نحصل على سائل أبيض سائغ وليس له رائحة ولا شيء، سائغا للشاربين. أن الحليب هو السائل الوحيد اللي يمر بسهولة من البلعوم ولا يحلش، يعني ليست مثل بعض الأشربة، حتى الماء يعني مرات لا يمر بسهولة، لكن الحليب لا يمكن الطفل أن يشرق مثلا لما يكون في الثدي، لأن يكون يرضع لا يمكن أن يشرق هذا الطفل. فهذا السائل يعني هو اللبن أو الحليب الذي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحليب الذي جاء في القرآن، معنى حيوانات طبيعية وحيوانات غير معالجة بالأدوية البيطرية وبالهرمونات وغير معالجة بالمضادات الحيوية وأعلاف سليمة وترعى الكلاء وترعى خشاش الأرض. هذا هو الحليب الذي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحليب الذي نستهلكه الآن فهو حليب الأعلاف وحليب أبقار معالجة بأدوية بيطرية وحليب في كل فصل، الحليب كذلك له فصله. فالتحليلات التي أجريناها نحن نيت على الحليب نجد أن التركيب الكيماوي للبن الذي يأتي من البقر الطبيعي أثناء فصل الربيع يكون مختلف عن حليب الصيف الذي يأتي من الأبقار التي تأكل أعلاف مركزة خصوص مكون الأيودين، مكون الأيودين والدسم والفيتامينات الريبوفلافين مثلا والسيترات كذلك، هذه المكونات. فيجب هذه المعلومات أن يعلمها، لا يمكن أن ننصح الناس هكذا نتكلم عن الحليب ثم نقول للناس يشربوا حليب وليس حليب، يجب أن نبين الأشياء للناس. يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بالقرآن والسنة وأنه يجزي وأنه مادة متكاملة وأنه، ولكن يجب أن يكون طبيعيا. فإذا كان حليب طبيعي فهو يجزي وهو جيد في الأدب، إذا كان حليب ينتج في شروط الإنتاج الحديثة فهو ليس الحليب الذي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نكون واضحين، هذا الحليب فيه مصدر الأملاح المعدنية، في كالسيوم يعني الأول في المعادن والكالسيوم والفوسفور، في حديد، في الأيودين كذلك، في كلور، في صوديوم، في بوتاسيوم، في مانغانوز، ماغنيزيوم، أملاح تقريبا كلها ولكن زايد الأيودين، معدن الأيودين كذلك موجود في الحليب. ثم في الفيتامينات التي لا توجد تقريبا إلا في الحليب وهي الريبوفلافين، هذه البي 2 الريبوفلافين، في شيء قليل من التيامين والنياسين، في يعني فيتامينات أخرى مثل الإي، فيتامين إي، ولا أشياء قليلة. ثم البروتين ومصدر البروتين، لماذا؟ لأن الحليب تقريبا التركيز اللي أعطيته هو تقريبا 3.5 يعني 35 غرام بروتين في اللتر. في اللتر نعم. هذا البروتين يتوزع على 80% من الكازين، هذا الجبنين أو الكازين. الكازين هو لما يتخثر الحليب، الكازين هو البروتين الذي نحصل عليه كختارة. وهناك بروتينات دائبة، هذه الجلوبيلينات وكذلك. هذا الكازين على أربعة أنواع، في الألفا إس 1 والألفا إس 2 وكين الكي وكين الجاما. هذا البروتين الحليب هو بروتين جيد غني ولكنه بروتين صلب جدا، يعني صلب، يعني لا يهضم بسهولة. ثم مكونات مثل السيترات، يعني هذا تقريبا كيمشي حتى جوج ونص غرام ديال السيترات في الليتر، هي مهمة جدا للتخمر، لأن بدون السيترات البكتيريا اللبنية لا تخمر الحليب، فالله جعل هذا المحفز في الحليب كي تستفيد هذه البكتيريا اللبنية وكي تختر هذا الحليب. هناك فرق بين حليب الغنم وحليب الماعز، وفرق بين حليب الإبل وحليب البقرة. ولذلك حليب الإبل مثلا فيه دسم منخفض، فيه سكر يعني مرتفع طبعا، وهو يصلح للرضيع. حليب الإبل يصلح للرضيع وحليب البقر لا يصلح للرضيع. ثم حليب الغنم، حليب الغنم يمتاز على حليب الإبل وحليب البقر. يمتاز لماذا؟ لأن فيه تقريبا مضاعف، يعني اللاكتوز مضاعف، وفيه بروتين أحسن، بروتين خفيف يعني في الهضم، وهو يصلح كذلك للرضيع. ثم كل الأنواع سبحان الله، الإبل والضأن والماعز تصلح للرضيع وتصلح للناس اللي عندهم يعني أعمار متقدمة مثل الشيوخ، ولكن حليب البقر يعني لا يصلح للرضيع ولا يصلح لهذه الأعمار، لأنه حليب يعني صلب جدا وقوي، قوي في الهضم. دكتور، هناك بعض الدراسات أثبتت أن هناك فائدة كبيرة في حليب البقر، وهو أيضا الوقاية من قرحة المعدة، وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عن أهمية لبن البقر في حديثه، قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل شجر. يعني ماذا، يعني كيف توضحون ذلك؟ نعم، هو عليه لا يختلف اثنان في أن الحليب مادة غذائية جيدة،
لكن شروط الإنتاج الحليب هي المهمة. ولذلك لا نأخذ الحليب هكذا وكأنه نزل من السماء. هذا الحليب جاء من بقر، هذا البقر إذا كان عبر جيني مغير وراثي، إذا كان يحقن بالمضادات الحيوية، إذا كان يأخذ حقنة مثلا، يعني أن البقر الآن يأخذ حقنة كي يكون مشكل يعني التوالد، هناك حقن يأخذها. إذا كانت الأعلاف فيها ذرة عبر جينية وفيها صويا عبر جينية مغيرة وراثيا، ما فيها عوامل نمو، إذا كان العلف فيه عوامل نمو، ما إذا كانت أشياء أخرى يأكلها هذا البقر فطبعا هذه الأشياء ستمر إلى الحليب. هذه الأعلاف التي ذكرتم هل هي موجودة بالمغرب؟ هل هي موجودة أو غير موجودة؟ هي الأعلاف دوليا، أساليب الإنتاج دوليا تقريبا أصبحت هي نفسها، يعني أسلوب إنتاج الحليب في السعودية وفي المغرب وفي تونس وفي الجزائر نفس الأسلوب، وفي أمريكا وفي كندا وفي فرنسا وفي ألمانيا ونفس الأسلوب. هي مركزات تعطى للبقر، ثم هناك الباك يعني بالمضادات الحيوية، هذه معالجات التعفن ضرع الحيوان. الماميت هذه يعني المعروف المرض هذه الجراثيم التي تصيب يعني ضرع الحيوان، فطبعا هي تعالج بالأدوية، لا يمكن هذا. فعلين هذه الحليب لا يعطى للمعامل، لأن يجب أن ننتظر 3 أيام تقريبا حتى هذا المضاد الحيوي يكون يعني مشى، ولكن العلين كيف ما كان الحال فشروط الإنتاج، نحن شروط الإنتاج، ثم نتكلم عن المواد الغذائية. لا يمكن أن أخذ تركيب الكيماوي لمادة هكذا وكأنها نزلت من السماء، هذه المادة أتت من الطبيعة، الشروط التي أنتجت فيها، إن كان بطاطس أو كان جزر أو كان طماطم أو كان زيتون أو كان جوز أو لوز أو كان بيض أو كان دجاج أو غنم أو حليب، أو يجب أن نراعي أساليب الإنتاج. نعم. لأن أساليب إنتاجية التي تعطينا جودة هذا المكون وما هي الأخطار التي يحملها. أكيد. إذا كان الحليب من الحيوانات التي ترعى في المراعي، يعني علف وكلاء طبيعي، تعليف فول والأشعير والأشياء طبيعية، تشرب ماء جيد وبدون مضادات حيوية وبدون عوامل نمو، هذا حليب جيد. أكيد. هذا يمكن لأي شخص أن يشربه. نعم. لكن الآن المشكل أن هذه الدورة العبرجينية اللي الآن متداولة في السوق الدولية. نعم. السوق الدولية الآن جميع الدول التي تستورد الدورة وتستورد صويا وتستورد أشياء، هذه السوق الدولية ليس فيها دورة طبيعية، لا يمكن أن نجد دورة طبيعية في السوق الدولية، لا يمكن من المستحيل. الدورة الآن معروضة في السوق الدولية هي دورة مغيرة وراثية، لا يمكن لدولة أن تقول بأنها لا تستورد هذه الدورة. وطبعا كل ما تأكله البقرة. نعم. يمر إلى الحليب. أكيد. ولذلك أن القرآن يعرف الفرد، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. مما في بطونه، فالعصارة البطن يعني هناك 4 معدات عند الأبقار، يعني هناك الكرش والتلافيف ثم ما يصل إلى الأمعاء، يعني فهذه كلها لها مكونات تؤثر في الحليب، يعني حتى أن صورة البقرة لما سيدنا موسى يعني طلب هذا باش يذبحون بقرة، في الأخير تشدد يعني هذا الشروط تشددت من لما رفضوا أن يذبحوا أي بقرة، ولات بقرة واحدة يجب أن يذبحوا يعني قال إنه يقول بأوصف. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. فهذه البقرة بدون عيب، بدون يعني لا شية فيها، بدون عيب، بدون أي شيء. وهنا كذلك يجب أن نستفيد من هذه الآية أن اللحم والحليب يتأثر بحالة فيزيولوجية الحيوان أكيد. فيعني ما الآن ما ننصح به الآن وما نبينه للناس هو شروط إنتاج المواد الغذائية، فالذي لا يعلم أساليب الإنتاج يجب أن لا ينصح الناس بالتغذية، وإلا سينصح بخضر فيها مبيدات ومغيرة وراثيا، أو بدور زجاجية أو خارجة عن الفصل، أو فيها مياه عادمة مسقية بمياه عادمة، أو إنما سينصح بحليب محمل بالمضادات الحيوية وبالهرمونات وبالأشياء الأليرجينية التي تأتي من هذه العلف، وإلا سينصح الناس هكذا يعني عن جهل. فيجب أن يكون الشخص يعني ملما ومدققا في المواد الغذائية، تدقيق يعني عالي جدا، لأن هذه الأشياء نأكلها. الحديث ولذلك أنا يعني ركزت على الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لما يجدون حديث ولما يجدون أي شيء، فهذا يعني كمسلمين نحن نرتاح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرتاح ونتبعه طبعا. أكيد. أن وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، أن القرآن أن الله تقول وما ينطق عن الهوى، يعني لا يمكن، يعني حتى السنة وحي. ولذلك يجب أن يحذر الناس من هذه الأشياء، لأن لما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء
لما نزل القرآن 14 قرن و34 سنة، ليس هو الآن، ليس هو الحليب الآن، وليس هو اللحم الآن، وليس هو الدجاج الآن، وليس هو هذه الخضر الآن. فيجب أن طرق الأعلاف كل شيء تغير، وهذه مهمة للناس، يجب أن لا يتهوروا مع هذه الأشياء. فمن ناحية الأمراض، فالحليب الأشخاص اللي عندهم حساسية وربو، من الأحسن الآن ليس الحليب هو الممنوع، إنما حليب الأعلاف، باش نكونوا يعني مدققين في الأمور. إذا كان حليب لأبقار ترعى على الكلى وعلى يعني في الربيع فهذا ليس مشكل، ويعني الحيوانات التي تأكل الكلى والأعشاب التي في المراعي التي ترعى الأشياء التي تخرج من الأرض، يكون الحليب يعني فيه البيتا كاروتين مرتفع وفيه الأيودين مرتفعة، ولا يكون فيه أليرجينات، ليس هناك أليرجينات يعني مسببات للحساسية. الناس اللي عندهم حساسية وربو والأشخاص اللي عندهم أمراض القلب والشرايين يجب ألا تناولوا حليب، لأن دسم الحليب كذلك يؤثر يعني على القلب. المشكل النساء الآن، النساء الآن هناك علاقة ما بين الاي جي اف 1، نعم هذا الاي جي اف 1 علاقة 100% كوريليشن 100% مع سرطان الثدي، لا أحد يخالف أكيد. يعني السم مشكل السوماتوتروبين ومشكل الار بي اي جي اتش، هذا هرمون النوفيل بوفين الجراوت هرمون، ومشكل الاي جي اف، هذه أشياء خطيرة بالنسبة للنساء. ولذلك إذا كان حليب طبيعي لأبقار ترعى فليس هناك حرج أن النساء يشربوا حليب، ما في مشكلة. إذا كان حليب الأعلاف من الأحسن يعني أن تمتنع النساء عن تناوله، من الأحسن، لأن المشكل العوامل التي تسبب سرطان الثدي الآن هي لائحة معروفة جدا، يعني وأكثر من ذلك أن النساء لا تكثر من الألياف الخشبية التي تحتوي على الليجنانات وهي تمنع يعني سرطان الثدي، أن النساء لا تكثر من الأسماك التي تحمل أوميغا 3 كذلك يكبح سرطان الثدي، ثم أن النساء الآن تكثر من الأجبان، اللحوم والأجبان، اللحوم فيها كوليسترول، الأجبان الله أعلم يكون فيها الاي جي اف 1 ولا ما يكونش فيها، ولا تكون فيها عوامل النمو، فيكون هناك مشكل، يكون هناك مشكل يعني أكيد. ولذلك نحن ندقق في الأمر، هناك حليب وحليب، إذا كان الحليب لا نمنعه ولا نحرمه ولا نمنعه عن الناس أبدا، إذا كان الحليب طبيعي من أبقار جيدة طبيعية محلية يعني ترعى على الأعشاب التي أخرج الله سبحانه وتعالى من الأرض، هذا حليب جيد من أي مشكل، لا للأطفال ولا للنساء ولا يعني حتى الناس المرضى وحتى الناس اللي عندهم يعني سرطانات وعندهم أمراض أخرى ليس هناك مشكل. قلت المرعى الجيد، هناك بعض الأبقار ترعى في المزابل. نعم، هذا 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 يدخل في فقه الجلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع لنا لحومها وشرب ألبانها في الروايات تقريبا كلها، كاين رواية واحدة اللي ما فيهاش الألبان، ولكن الروايات كلها فيها اللحوم والألبان. لماذا؟ لأن اللحم واللبن يتأثر مما يأكله الحيوان، فاللحم يأتي من العلف والحليب يأتي كذلك من العلف. إذا كانت ترعى في المزابل فطبعا سيكون هناك أشياء خطيرة، خصوص يعني الديوكسينات، سيكون ديوكسينات وسيكون فيروسات وطفيليات تمر إلى اللبن، مشكل تكيسات الآن، مشكل تكيسات، ويأتي من الطبيعة. إذا كان هناك كلاب ضالة مثلا تمر من الحقول، لا تمر من هذه المزابل، ويكون فيها أشياء خطيرة جدا، ويكون مرمي فيها يعني حتى نفايات المجازير والأشياء، فهذه تسبب بعض الأمراض الطفيلية والتي تنقل إلى الإنسان، زونوز هذه التي تنقل إلى الإنسان، وهذا شيء خطير. فنعود إلى قضية الحليب الأطفال اللي عندهم المرض التوحدي أوتيزم، والأطفال اللي عندهم سيلياك، من الأحسن أن لا يتناولوا حليب. لماذا؟ لكن حليب الإبل ممكن، يعني سنخصص حلقة على حليب إن شاء الله. حليب الإبل لا يدخل مع هذه الأنواع. لماذا؟ لأن الإبل لا زالت لا تعلف ولا زالت غير مغيرة وراثيا والحمد لله يعني لا في المغرب ولا في الدول الشرقية ولا في يعني في الدول الإفريقية، لا زال هناك، ليس هناك تغيير وراثي. بعض التجارب الآن تجرى في بعض الدول الشرقية، مع الأسف الشديد أن بعض البياطرة مقتنعين بالتغيير الوراثي، ولكن يعني سيكون هناك يعني كارثة. فهذا الأطفال اللي عندهم المرض التوحدي الأوتيزم واللي عندهم الحساسية ألا سيلياك والحساسية، من الأحسن ألا يقربوا إما هذا الحليب الذي يأتي من العلف المركز أو مركز. حتى من الأجبان، لأن نعم. الأجبان كذلك تدخل في بعض المضافات. نعم. ثم الأمراض الأخرى مثلا مثل الار سي اش وتقرح كرون، يعني هذا القولون العصبي ومرض كرون، كذلك هذا الأشخاص يجب ألا يعني يقربوا الحليب، لأنه سيكون مشكل، لأن بروتين الكازين الآن، كازين البقر الآن هو بروتين صلب جدا وقوي في الهضم، ويعطي يخلف بعض الحمضيات، نعم
في بعض الحمضيات الخطيرة على مستوى القولون، وهذه الحمضيات هي التي تسبب انزعاجات على مستوى الامتصاص. وإذا كان حليب الماعز؟ حليب الماعز جيد، ولكن حليب الضأن أحسن. حليب الغنم، حليب الضأن أحسن للرضيع. وأحسن للنساء. هنا في المغرب دكتور، مع الأسف الشديد نحن يوجد حليب الغنم. عندنا غنم في المغرب، ولكن الأنواع التي ترضع يعني صغارها. هناك انواع، عندنا كان عندنا انواع هذه النعجه اللي كان وجهها احمر، اللي كان عندها ضرع كبير. نعم. في المنطقه يعني الغرب ومنطقه كذلك ديال الصخيرات حتى هذه كان هذه المناطق كانت فيهم النعجه ديال الحليب. نعم. ضرع كبير، حتى المناطق الاخرى مثل رحامنا ومثل حتى تيمحضيت كان عندنا في المناطق الضرع كبير، وكان الناس يحلبون. نعم. كان يحلبون هذه الغنم، وكان الحليب حليب الضأن جيد. نتمنى ان نتذوق هذا. مع الاسف عندنا السردي، نوع السردي، الان نوع السردي لا يشبع حتى الخروف، ليس فيه حليب كثير. أكيد. نعم. ولكن هذا النوع يعني حليب الضأن جيد للأطفال. جيد الرضع هو حليب الضأن للرضيع منذ الأسبوع الأول والثاني ممكن أن يتناول. نعم. وليس هناك مشينا كزائن، فيه كزين صغير. نعم. وفيه بروتينات يعني رقيقة جدا وهي جيدة للرضيع، وكذلك النساء لا تشكل أي خطر. أكيد. دكتور أظن أنه لديك إضافة. نعم، بعض الأشياء يعني إحنا دائما ما نتكلم عن أي مادة غذائية دائما نذهب إلى التركيب الكيماوي. نعم. فولو أنني يعني رجعت إلى هذه الطريقة التقليدية، أملاح معدنية، فيتامينات، بروتين، دهنيات، كذا إلى آخره، فهو مادة متكاملة. لماذا مادة متكاملة؟ لأنه في بروتين، ولأن فيه دهنيات، ولأن فيه مواد دائبة، أملاح معدنية وفيتامينات، وكذلك السيترات، مكون السيترات ومكون الجليكوزامين. هذه يعني كتركيب كيماوي، ولكن هناك أشياء لا يتطرق إليها الناس في الماء، ولكن نحن كعلين فتخصص فعلم التغذية، فالمهم في الحليب ليس هو التركيب الكيماوي. نعم. المهم في الحليب ألا يكون فيه مضادات حيوية، وألا يكون فيه أشياء تشوبه من العلف. نعم. مثل هذه الأليرجينات وهذه الأشياء التي تأتي من العلف. نعم. ثم يجب أن تبقى المكونات بدون تبقى حية، يجب أن لا تتلف بالتعقيم أو بالنار، لأن الحرارة تقضي على الأنزيمات. الحليب موجود في أنزيمات، ولذلك الرضيع لما يعني يأخذ ثدي أمه يأخذ الحليب طازج في الإيمينوغلوبيلينات، والإيمينات يعني مكونات مناعية، ثم يأخذ الأنزيمات كذلك. هذه الأنزيمات هي الـ LPL اللايبوبروتين ليباز، ويأخذ الفوسفاتيز، ويأخذ الكاتاليز، ويأخذ الأوكسيديز، يعني الأنزيمات التي تأكل في الحليب نفسه. والـ LPL مهمة جدا. يعني فهذه هي المكونات الآن القوية. يعني أتكلم عن تركيب كيماوي عليا، تركيب كيماوي أي شخص يمشي، وهو طبعا مهم لمن يريد. نعم. أن يعرف. فلما يخم الحليب طازج أحسن من المبستر، والمبستر أحسن من المعقم، والمعقم أحسن من المجفف. هذا سؤال. نعم. ورد لي من الفيسبوك. نعم. هل البسترة تفقد الجودة والقيمة الغذائية للحليب؟ نعم أكيد تفقد الجودة، لأن الحليب لما نسخن، حليب. نعم. الحليب لما نسخنه يفقد 30% منه، يسخنه غير على النار، أما إذا صنعناه فيفقد أكثر من 50%. نعم. إذا جففناه أو أشياء هكذا. فتسخين الحليب يجعل بعض المفاعلات الكيماوية مثل مفاعلات ميار. مفاعلات ميار هي تفاعل الحمضيات الأمينية مع السكريات لتعطي ميلانويدات. نعم. ولذلك لما نسخن الحليب يعني لمدة طويلة فلونه يتغير، يصبح أحمر شيئا ما، يصبح داكن. فهذه الميلانويدات التي تكون من الحمضيات الأمينية التي تتفاعل مع السكريات، يعني هذه الكيتون والألديهايد مع الـ NH2 للحمضيات الأمينية أو البروتينات. ثم هذه الميلانويدات هي تكبح الهضم، ثم نتلف الـ LPL ونتلف الفوسفاتيز، الإيمينوغلوبيلينات مشاو، يعني ما كيبقاوش طبعا، لأن الإيمينوغلوبيلينات هي بروتينات رقيقة، وهي يعني تتلفها الحرارة. ماذا يبقى؟ يبقى اللاكتوز، سكر اللاكتوز، وتبقى الكازين بروتين هذا القوي، ثم تبقى الدهون في الحليب فقط. نعم. فقط ليست هي المواد المغذية. طبعا الريبوفلافين كذلك يعني يتلف بالحرارة. نعم. الريبوفلافين حساس للحرارة وللضوء. نعم. ولذلك الصناع كيعلبوا الحليب في علب غير شفافة لا. نعم. تترك الضوء يعني ينفذ. نعم. لماذا؟ لأن الريبوفلافين فيتامين B2 هذا حساس جدا للضوء وحساس للحرارة كذلك. نعم. ولذلك الذين يستهلكون الحليب طازج فهو أقوى أهمية غذائية. نعم. ثم إذا خمرنا هذا الحليب طازج، إذا خمرناه بدون بادئات، بدون ستارترز. نعم. يعني إذا خمرناه هكذا يعني طبيعيا نحصل على لبن الخض. نعم. لبن الخض البكتيريا اللبنية
تثبط يعني تشد الكوليسترول، يعني لا يعني لما يخمر الحليب كوليسترول ما كيبقاش عنده خطر. هذه البكتيريا تثبط الكوليسترول، يعني تشد الكوليسترول على هذه الخلايا، يعني يعني تشده لان عندها هذا القوه يعني التي تشد بها، عندها خاصيه تشد الكوليسترول. لما نمخض يعني هذا اللبن الرائب ونحصل على لبن الخض، نزيل الدسم الزبدة، نزيل الدسم، ثم يبقى اللبن فيه البكتيريا اللبنية والأنزيمات كذلك الـ LPL، تبقى الفوسفاتيز، تبقى أي شيء فيه، فيكون اللبن بقيمة أعلى 4 أضعاف وخمسة أضعاف من الحليب نفسه. هذه نعم لبن الخض هو أحسن منها. ولذلك نصل إلى أهمية اللبن. الناس اللي عندهم سكري، سكري وارتفاع الضغط والكوليسترول والسمنة وما إلى ذلك، يجب أن لا يتناول حليب ولكن يشرب لبن الخض. لبن الخض جيد لأصحاب السكري دون خوف. إذا كان لبن الخض غير صناعي، نأكده باش يعني التخصص ليس في هذا، لا ننصح هكذا عن جهل. لبن الخض الذي يحضر من الحليب الطازج، نعم، لأن الأنزيمات تتلفها النار. إذا كان لبن صناعي، معنى لبن صناعي، لبن صناعي أننا نعقم الحليب ثم نزرع البادئات ستارترز، هذا يسمى لبن صناعي، هذا ليس هو الذي ننصح به. نحن ننصح باللبن الطبيعي الذي يأتي من التخمر الذاتي أو الطبيعي للبن للحليب الطازج أو الذي لا يعالج بالنار. اللبن جيد حتى الأشخاص اللي عندهم مشكل على مستوى الهضم. اللبن الخض هذا مع النشويات يعطي قيمة غذائية كبيرة. لا، لماذا؟ لأن البكتيريا اللبنية عندها خاصية أنزيم الفيتيز. أنزيم الفيتيز هي التي تحل الحمض الفيتيك الموجود في النشويات، ثم تحرر الأملاح المعدنية من الحديد والمنغنيز والكالسيوم والفوسفور وكذلك بعض الحمضيات الدهنية الموجودة في النشويات. يعني غذاء متكامل، متكامل وجيد. هذه الوجبة نسميها في المغرب السيكوك، نعم، وتسمى في مصر بالكشك، الكشك المصري. هذه يعني هذا يعني نشويات مع لبن لبن الخض هو أحسن يعني غذاء وأحسن طريقة للاستفادة من اللبن. هناك سائل يقول هل تلك العلب يعني المكتوب عليها لايت، نعم، يعني منزوع الدسم، هل فعلا نزعوا الدسم؟ هذه أشياء تجارية فقط. نعم. هذه علي، هناك تغذية، هناك علم، هناك أشياء يعني ماركتين، يعني يعني تجارة. هذا كلمة لايت لما تكتب على الحلويات هي تعني ليس فيه سكر المطبخ. نعم. سكروز. نعم. ليس فيه سكر المطبخ. نعم. إنما محلى بسكر كيماوي. كيماوي. اسمه الأزيسيلفين بوتاسيوم، واسمه السايكلاميت، واسمه الأسبرتيم، واسمه السكراين. نعم. هذه لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا تهضم، فهي لا تعطي طاقة، فهي صفر كالوري، يعني ما فيهاش كالوريات. أما أن يكتبوا بدون كالوريات فلماذا نتناوله؟ إذا كان بدون كالوريات فلماذا نتناوله؟ نحن نتناول الحليب للكالوريات، للكالوريات نتغذى به. أما إذا كان الشخص لا يحتاج كالوريات فلا يشرب حليب. نعم. يعني منزوع الدسم، حتى هذه منزوع الدسم، والحليب الخطير واليو اتش تي، هذا الهوموجينايزد ميلك، هذا خطير على أصحاب القلب والشرايين. القلب والشرايين خطير عليهم، حتى أن بعض الصناع في أوروبا يكتبون على التعليب هذا. نعم. يعني من الأحسن ألا يستهلكوه الأشخاص الذين لديهم أمراض القلب والشرايين، لأن فمكتوب عليه. لماذا؟ لأن الهوموجينيزد، معنى الهوموجينيزد يعني أن الدسم يذاب بطريقة ميكانيكية صناعية، يذاب لكي لا يتحتل، لكي لا يكون هذا اللي كنسموه الفرارة، لكي لا يكون هذا الدسم فوق، ويكون متجانس، عملية تجانس الدسم داخل الحليب، ثم يتصغر من حجم هذه الوحدات الدهنية، فتصبح تقريبا وكأنها دائبة، وهي تترسب بسرعة عند أصحاب القلب والشرايين، وهي خطر على المصابين بالقلب والشرايين. نعم، كامل الأسف. إذن دكتور، هناك سائل يسأل أنه لا يشرب الحليب لأنه يصيبه بالإسهال، خصوصا إذا كان غير مغلى وهو محروم من العصائر التي تمزج مع الحليب. علينا يعني أسوأ عصير هو العصير الذي نضيف إليه لبن. نعم. العصير يسوى أو يعدل بالماء،
لما نطحن فواكه نطحنها مع ماء معدني ليس مع حليب. ولكن هي عادة في المغرب علينا مش ليست الحليب مع ليست عادة إنما موضة. نعم موضة. نعم ولكن علينا العصائر التي لا يخلط الحليب مع الفواكه لأن الفواكه سريعة الهضم والحليب ثقيل الهضم بطيء الهضم ولذلك يكون انزعاج. فبعض الأشخاص أنهم يسألونني دائما هذا السؤال دائما يأتيني يوميا وأسبوعيا وشهريا بماذا نعوض الحليب؟ نعم فالشخص لا يحتاج حليب أصلا الجسم لا يحتاج حليب لماذا؟ لأن نعم. العناصر الموجودة في الحليب اللي منها الكالسيوم الكالسيوم موجود في كل ما خلق الله نعم. موجود في السمك موجود في الفواكه الجافة موجود في التين موجود في القطاني البقوليات هذه موجود في الفواكه موجود في الخضر حتى في الماء الذي نشرب فيه كالسيوم الكالسيوم ليس هو الذي ينقص في الطبيعة الذي ينقص هو الامتصاص ولذلك نعم. الأشخاص اللي يسألوا عن أنهم محروم من الحليب إذا كان يسبب له انزعاج فلا يشرب هناك مشكل بطلاك يعني هذه البيتا لاكتاز البيتا جالاكتوزيداز والبيتا جالاكتوزيدايز هو الانزيم الذي يحلل اللاكتوز البيتا جالاكتوزيدايز موجوده كذلك في الحليب الطازج وهي لما يخمر تبقى في اللبن البيتا جالاكتوزيدايز هذا كاين هناك اشخاص ما عندهمش اللاكتايز انزيم يحلل اللبن في منهم سكان افريقيا يعني الافارقه جل دول افريقيا عندهم مشكل مع الحليب مشكل مع وعندهم انزعاج نعم. فهذا الاشخاص ليس لديهم الانزيم الذي يحلل الحليب ويجب أن لا يشربوا حليب فقط لأنه يسبب لهم انزعاجات نعم. فممكن أن لا يشربوا حليب ليس هناك أي مشكل ولكن لماذا يسألونني بماذا أعوض الحليب الإنسان لا يحتاج حليب منذ فطامه نعم. فالشخص لا يحتاج حليب لأن الحليب دائما مرتبط بالكالسيوم نعم وهذا كذلك سلوك خاطئ يجب أن نصححه للناس يعني ليس لماذا كان الطب في السبعينيات والستينيات يتكلم عن كالسيوم الحليب لماذا؟ لأن كالسيوم الحديد هو كالسيوم عضوي وليس كالسيوم معدني هو على شكل فوسفوكازينات يعني الداخل يعني كالسيوم فوسفوكازينات كالسيوم الفوسفوكازينات يعني هذه شكل عضوي هو مع الكازينات مع بروتين الحليب يمتص بسرعة فقط يمتص بسرعة أما الكالسيوم موجود في الطبيعة هو موجود في كل الأغذية حتى النشويات والقطاني الفواكه الجافة التين مثلا هذا اللفت الأصفر اللفت الأصفر فيه هذا واللفت يعني في الخضار في الفواكه نعم كل هذه والفواكه الجافة مثل التين واللوز والجوزية يعني السمك في الشعير في كالسيوم بكثرة هذه الأملاح معدنية كلها موجودة في الطبيعة فلماذا يسأل الناس بماذا أعوض الحليب هو أصلا لا يحتاجه ولا يحتاج إن وجد يعني حتى الطبيب ينصحك إذا كان نقص في الكالسيوم اشرب حليب نصيحة قديمة هذه ما زالت قديمة جدا نصيحة قديمة هذه نصيحة الستينيات والسبعينيات ما زالت نصيحة قديمة جدا لماذا؟ لأن كان معروف كانوا كي يدرسوا شيء قليل من علم التغذية نعم. كانوا يدرسون أشياء هكذا وبقيت الحليب مصدر الكالسيوم هو مصدر من مصادر الكالسيوم وليس نعم. المصدر الوحيد وليس المصدر الأمثل أنا نعم. أقول ليس المصدر الأمثل المصدر الأمثل للكالسيوم الفواكه الجافة هم نشويات السمك سائل من اليمن يقول لك أن أمه كانت ترغمه على شرب الحليب مع ملعقة عسل عند النوم نعم ممكن ليس جيد عموما ليس جيد ولكن كيف ما كانت ترغمه علي بعض الممارسات مع الأسف الشديد الكثير من الدول يعني يرغمون الأطفال على شرب كوباية لبن قبل النوم نعم. هذه ممارسة خاطئة وسلوك خاطئ في التغذية نعم. يعني لماذا لأن في الليل يجب أن لا يتناول الشخص أي شيء الشيء المسموح به ليلا هم الفواكه الجافة مثل التمور التمور نعم. المسموح به ليلا الماء والتمور حتى الفواكه الطرية ليس هناك مشكل لأن في الليل ليس هناك هضم ليس نعم. هناك هضم نعم. الجسم ساكن ساكن. والله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا أكيد. ليس هناك أكل وليس هناك أي شيء ولكن مع الأسف الشديد هذا تناول الحليب قبل النوم وسلوك الآن ظهر أنه سلوك خاطئ نعم. يعني كان في وقت السبعينيات والثمانينيات نصائح كلها قديمة هذه ممارسة كلها قديمة يعني الآن العلم التغذية تقدم بكثير يعني وحتى أنه سيرقى إلى درجة علاج هذه الأمراض التي الآن مستعصية على العلاجات الطبية يعني مستعصية لأن كما قلت هناك أمراض كثيرة الآن لا دواء لها إلا الرجوع إلى نمط العيش الطبيعي شكرا لكم دكتور على كل ما تقدمه لنا من نصائح قيمة شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة